بعد أن دفعت الحرب ملايين المواطنين إلى حافة الفقر والنزوح والمرض، بات الوضع الإنساني في البلاد يأخذ شكلاً كارثياً من يوم لآخر، تتضاءل فيه فرص الملايين منهم في الحصول على وجبتهم التالية، وضع آخذ في التدهور أكثر في ظل نوايا أممية تسعى لإغلاق أو تخفيض تمويل 31 برنامجاً من أصل 41 برنامجاً إنسانياً خلال شهر إبريل بسبب ضعف التمويل، وفق ما أكدته مديرة مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ليزا جراندي. وفيما تؤكد التقارير الأممية أن البلاد لا تزال تشهد أسوأ كارثة إنسانية في العالم، قالت جراندي إن قرابة 80% من السكان يحتاجون إلى نوع من أنواع المساعدات الإنسانية والحماية، مضيفة أن 10 ملايين شخص باتوا على بعد خطوة واحدة من المجاعة، وسبعة ملايين شخص يعانون من سوء التغذية. التحذير الأممي بالإغلاق أو خفض التمويل يأتي في وقت تهدد فيه الأوبئة كالكوليرا وكورونا حياة آلاف المواطنين في بلد يعاني من انهيار صحي شبه كامل، وفق ما أكدته تقارير أممية سابقة، الأمر الذي ينذر بتفاقم الكارثة الإنسانية على نحو غير مسبوق. وأمام انهيار الأوضاع الإنسانية والصحية، يقف التحالف ومن خلفه الحكومة الشرعية وأيضا ميليشيا الحوثي موقف المتفرج حيال أزمات تنذر بزيادة عداد الموت في البلاد.